ولتسليط الضوء أكثر على عملية التغيير الديموغرافي الممنهجة في المحافظات المنكوبة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي حسين العليان. أهلا بك معنا سيد حسين. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد حسين. شراء مستثمرين إيرانيين الأراضي والبيوت المدمرة في المدينة القديمة في الموصل، بداية كيف يمكن قراءة هذا الشراء في وقت يمنع فيه أهالي الموصل حقيقة من العودة إلى منازلهم؟ أنا أعتقد أنه إذا لا زال أحد يفكر بهذه الطريقة يعني فهو أحمق ومتعصب ولا يرى التغيرات في العالم، ولا يرى عهد الترانسفير وعهد التهجير وعهد الإحلال انتهى. آخر استيطان إحلالي هو في الآن في فلسطين، هذا الكيان الصهيوني وهو على كف عفريت. اليوم العالم رايح لإجراءات مختلفة تماما، للتعايش للتعاون. إذا هناك لا زال بعض المتعصبين العميان في العراق يقدموا تسهيلات للإيراني، كيف سيشتري الإيراني مباشرة هذه البيوت؟ أكيد لديه سماسرة محليين يفكرون بطريقة يعني منغلقة، أو يبحثون عن مصالح الربح والفوائد والكوميشن في هذا الموضوع. يتذكر كل أهل الموصل القدماء ويقرؤون قصص عن حملة نادر شاه على الموصل ومحاولة الاستيلاء عليها. الموصل مدينة تاريخية قديمة، يعني فيها عائلات عمرها أكثر من 1000 سنة أو 800 سنة لا زالت تسكن الموصل، وبالتالي من الصعب على هذه القوى المنغلقة أو القوى التي تحاول إيجاد ثغرات في التغيير الديموغرافي هنا أو هناك يعني أن تجد لها طريقا مهما في الموصل، إنما هي أكثر منها شوشرة أكثر منها فعل حقيقي. نعم، يعني هل تعتقد أن ثمة ترتيبات وربط بين منع الميليشيات عودة المهجرين من الموصل وبين عمليات الشراء الواسعة، يعني شئنا أم أبينا، هناك عمليات على أرض الواقع، عمليات شراء تتم على أرض الواقع ويقوم بها مستثمرون إيرانيون؟ يعني أنت من يعني أكيد مطل على قراءات الواقع الاجتماعي المعقد في العراق. اليوم أنت حتى تشتري في الموصل، إذا أنت مش طرف من يعني يمت بالصلة لعشائر الموصل وأهل الموصل، لا تستطيع أن تشتري قطعة قاع حتى تبني فيها بيت. من الصعوبة أن تدخل على مجتمع على مجتمعات متماسكة كلها عشائر وقبائل عربية، أن تدخل عليها. اليوم المدينة كمدينة، المصال هو من أكثر المدن تمسكا في مدينته، يعني سيكون من الصعب على هؤلاء الحمقى أن يخترقوا النسيج الاجتماعي الوطني النسيج التاريخي لهذه المدينة. يعني هذه المدينة محيطها العشائر العربي أيضا محيط متماسك ومحيط قوي ومحيط من الصعب، ولكن البيوت مدمرة سيد حسين. حتى وان دمرت البيوت، ما قيمة البيوت المدمرة؟ البيت الحجر سهل أمره، الموضوع حتى لو البيوت مدمرة سبق وان جرى التهويل والترويج لشراء اليهود للأراضي. أين أصبح اليهود في الموصل؟ أين أصبح اليهود في سهل نينوى؟ أنا لا أعتقد أنه اليوم في هذا العالم المتجدد، في هذا العالم المنفتح، في هذه الاتصالات الواسعة بين البشر، سيستطيع أحد أن يخترق أنسجة المجتمعات ويحدث فيها تغييرات كما في الماضي. اللي لا زال عايش بعقلية الماضي أحمق، ولا زال يفكر بطريقة الماضي لن ينتصر، لن ينتصر أبدا، لن ينتصر. اليوم أنت قاعد بثقافتك الصينية عبر تجارتك الصينية تحتل البلدان، والألعاب في الفيديو للأطفال صارت في أغلبها ألعاب صينية في التيك توك. اليوم في عالم متغير مختلف، بطل يجي اليوم يقعد ويأخذ بيتك ويطلع من عنده. هو هذا آخر استيطان، احتلال استيطاني في فلسطين، وهو قريبا إلى زوال إن شاء الله. نعم، يعني إيران تحتل الأحواز من 100 عام، من أكثر من 100 عام تقريبا. طيب لماذا ولكن تفكر عرب الأحواز لحد هاي اللحظة كل الناس تتحدث عن كل التفريس في الأحواز لم يصل إلى نسبة 10-15%، لا زالت العشائر العربية ممسكة بأراضيها في الأحواز، فما بالك في الموصل. نعم، هنا السؤال سيد حسين، يعني لماذا تفكر إيران بالموصل، بالموصل تحديدا؟ يعني بجوز يعني تبحث بعض أجهزة الأمن والاستخبارات عن مراكز نفوذ، عن أوكار تحافظ فيها على لعب دور
ما أوكي ممكن أفهم هذا الموضوع، بجوز تحاول أن تدعم بعض الطائفيين في الموصل لتوسيع نفوذهم ممكن، أما أما الحديث عن ترانسفير انتهى هذا الموضوع، انتهى عصره تماما يعني. نعم، يعني هذه المحاولات وهذه العمليات للتغيير الديموغرافي التي يعني لربما ذكرت أنها ستكون فاشلة حتما، وهي تتم يعني على سنين من سنين عديدة وعلى مهل لفرض واقع يراد تثبيته، إلى أي مدى تشارك الحكومة في العراق فيه بشكل أو بآخر؟ يعني أنا لا أتحدث عن أي حكومة في العراق لأنه ليس لدينا في العراق حكومات، لدينا في العراق إدارات تعمل لحساب قوة دولية وإقليمية، ليس إلا ليس لدينا حكومة في العراق. العراق اليوم هو أهزل شيء في ما يسمى بالحكومة، والقوة الفاعلة على الأرض في العراق هي قوة في الأغلب الأعم تخدم أجندات إقليمية ودولية. يعني فالحديث عن الحكومة نوع من يعني الضرب العبث. إذن الكاتب، نعم الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.